انتي نفسي اخس بصراحة، بس ما الدايت ما ينفعش معايا. الدايت ما ينفعش معاكي؟ تمام. هو يعني تقدري تقولي لنا في امراض ولا شيء يعني مسببه لنا السمنه، عشان برضه احطها في الحسبان، عشان اديك. انا عندي الضغط، انا ما عنديش الحمد لله غير الضغط بس يا دكتور. تمام. طب انا هقول لك اهو، هقول لك شويه حاجات تفيدنا ان شاء الله. تعالى احنا الضغط بتاعنا مرتفع بشكل مستمر يعني، صح كده؟ لا لا لا، واطي على طول، واطي طب ما واطي ده منخفض على طول. منخفض ده ممكن يكون بسبب انيميا ولا شيء؟ عندنا انيميا؟ والله انا عملت تحاليل يا دكتور، في نسبه انيميا بس بسيطه جدا، وكنت باخد حقن فيتامينات وكده. ماشي. اصل بصي، لما نيجي نقول ضغط نسبه بسيطه قوي يعني، بصي لما نيجي نقول ضغط، نقول ضغط مرتفع. الضغط المنخفض ده الهبوط ده بيبقى ناتج عن ايه؟ ما بناكلش كويس، او بناكل اكل بس في سوء، الاكل بتاعنا مش فيه كل العناصر الغذائيه، وكانت تيجي ناقص عناصر معينه يحصل عندنا. ايوه. بس يعني فانا اللي انا عايز اقوله لك، احنا ممكن الانيميا تكون هي سبب في الهبوط اللي عندنا. فالاصل لو احنا عندنا انيميا نعالج الانيميا، لو عالجنا الانيميا ساعتها لما نيجي نعمل اي نظام للتخسيس هنخس، فاهمه؟ خليني اقول لك على شويه حاجات للانيميا، بما اننا عندنا انيميا هقول لك على شويه حاجات تعمليها للانيميا في البدايه عشان نعالج الانيميا. وبعد ما واحنا بنعالج الانيميا تمشي على التوصيات ديت، هتساعدك برضه تنزل في الوزن. بس بعد ما نعالج الانيميا ماشي. الاصل ان احنا ان انت بس ياكل، الاصل ان انت تروحي تعملي تحليل صور الدم كامله اللي هي السي بي سي عشان تشوفي نسبه الهيموجلوبين بتاعتك قد ايه. والمفترض تعرفيني، بعرفيني في الخاص تقولي لي مثلا والله تبعتي لي التحليله اشوفها، اقول لك بالظبط الجرعه من الادويه اللي انا هقولها لك دلوقتي. برضو هعرفك دلوقتي الادويه بس مش هقول لك الجرعات لما تعرفيني بالظبط ان تبعتي لي التحليله. لكن بشكل اساسي عايزين نعالج الانيميا. بنعالج الانيميا ازاي يا دكتور احمد؟ بشكل بسيط. اول حاجه طبعا انيميا نقص الحديد اللي عندنا، ولا عندنا اي نوع من الانيميا؟ انيميا نقص الحديد. هو تقريبا نقص حديد. انيميا نقص الحديد دي بشكل اساسي طبعا. شخص بيدوخ الدوخه المستمره والصداع المستمر والارهاق المستمر والتعب من اقل مجهود وضربات قلب سريعه، احيانا بعض التساقط في الشعر، احيانا نغزات في القلب، كل هذه الاشياء ممكن تبقى اعراض ممكن دي اعراض للانيميا. كل دي موجوده عندنا دكتور الحمد لله. الحمد لله يعني. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور يا رب وخلي حضرتك يا رب. اللهم امين اللهم امين. انا خلاص عملت هذه التحاليل يا دكتور احمد، خلاص انا عملت هذه التحاليل وخلاص عرفنا ان احنا عندنا انيميا. طب ايه العلاج بقى؟ قولي العلاج. اقول لك العلاج. اول حاجه بنقول عايزين نعرف سبب الانيميا اللي موجوده عندنا. ممكن يكون سبب الانيميا اللي موجوده عندنا مثلا وليكن قرح في المعده، ممكن يبقى في تقرحات في المعده او مشاكل هضميه معينه او اضطرابات هضميه معينه تكون هي سبب في الانيميا اللي بتحصل لينا. فلابد ان احنا زي ما قلنا كده اول حاجه نعرف ما هو سبب الانيميا. ممكن يبقى تقرحات في المعده، لو عندنا تقرحات في المعده لازم نعالجها في البدايه علشان نستطيع ان احنا نعالج الانيميا. الحاجه الثانيه ممكن تكون اعراض مثلا وليكن التقرحات في المعده، او كان عندنا مثلا تاريخ مرضي بنزيف، او مثلا تاريخ مرضي لا 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 الحمد لله يا دكتور. لا خلاص. ممكن السبب يكون بسبب الاكل الغلط. نقص التغذيه هو اشهر الاسباب للانيميا برضو، عشان يبقى ايه يبقى الاقل يبقى هو ده اكيد. هو ده اكيد لان احنا يعني مش بناكل اكل فيه يعني اكل عادي بتاعنا ماشي. وطبعا دلوقتي الحاجه ما بقتش زي زمان، يعني ما بقتش فيها فوائد زي زمان برضو. حتى الفاكهه والله يا دكتور الواحد بياكلها كانه ما بياكلش فاكهه خالص، ملهاش طعم اساسا. أيوة. معلش يا دكتور بقى حقك عليا. الدكتور احمد عايز يرجع على الهوا. معلش حقك عليا والله، انا استاذنت حضرتك الاول. اهلا بيك يا محمد يا علي، ربنا يحفظك من ساعتها ويرفع قدرك. ربنا يخليك يا دكتور يا رب. انا دلوقتي مثلا قلنا عايزين نعالج الانيميا، صح كده؟ ايوه تمام. لما نيجي نقول مثلا وليكن في علاج الانيميا قلنا نقص التغذيه هو سبب في الانيميا، يبقى اول حاجه على العلاج ناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد. طب ايه يا دكتور احمد الاغذيه؟ اهلا بيك يا صاحب القلب الاحمر. مين اللي صاحب القلب الاحمر؟ ما اعرفوش بس هو اسمه صاحب القلب الاحمر. ماشي. اول حاجه في علاج الانيميا لابد ان احنا ناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد. طب ايه يا دكتور احمد الاغذيه اللي بتحتوي على عنصر الحديد؟ السبانخ، البتنجان، العسل الاسود، اللحمه الحمراء، الهندباء، التين المجفف، التمر،
بس طبعا التين المجفف والتمر ما نفرطش فيهم، لان احنا عندنا زياده في الوزن، فتلقائيا سعرات حراريه عاليه، فتلقائيا هنزيد في الوزن. هيزودوا اصلا اكتر. ايوه احنا ممكن نركز على ايه؟ نركز على السبانخ، نركز على السبانخ، نركز على الهندباء، نركز على اللحمه الحمراء، الحاجات ركزي في السبانخ خلاص. بعد كده بتاخدي من السبانخ مثلا او الهندباء، السبانخ الحديد والهندباء فيها الحديد نسبه حديد كويس. يبقى احنا كده قلنا اول حاجه بناخد اغذيه بتحتوي على عنصر الحديد، تاني حاجه بناخد برشام للحديد. ايه هو برشام الحديد؟ بشكل بسيط او مكملات غذائيه بتحتوي على عنصر الحديد، زي ايه مثلا؟ في كتير جدا، في سفيل فرافيرو، في الشوكو منستر، في التراس، في الفيروترول، في الفيروجلوبين، في الهيموجيت، دي كلها حاجات موجوده في الصيدليات بتحتوي على عنصر الحديد. أي. انا جبت من الصيدليه على فكره يا دكتور، لما قلت للدكتور بتاع الصيدليه فهو اداني، حتى جبت حتى نوعين حديد، برشام حديد جبت نوعين واخدتهم. اسمهم ايه؟ مش عارفه والله، ابقى اشوفهم بقى وابقى ابعت اسمهم لحضرتك على الواتس. يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه بنحتاج ان احنا ناخد برشام الحديد خلاص، وبناخد اغذيه الحديد وبناخد برشام الحديد. مع برشام الحديد بناخد فيتامين ب 12، بناخد فيتامين ب 12. فيتامين ب 12 هو كده كده موجود في اللحوم الحمراء والكبده والكلاوي وهذه الاشياء، لكن احنا برضو احنا ناخد ومنتجات الحليب برضو فيها فيتامين ب 12، لكن احنا هناخد فيتامين ب 12 ممكن ناخده من الصيدليه. واخر حاجه بناخد حمض الفوليك معانا ايضا، ده كده علاج الانيميا. مع علاج الانيميا هناك نصائح للتخسيس بشكل عام.